مساء الخير لكم عرب عرب اليوتيوب. هذه فيديو خفيفة برك قصيرة، فيديو تاع دقيقة ولا زوج، غير باسكو هذه شعال ما جيتش، قلت نجي نشوفكم. كاين بزاف كتبوا لي قالك ما جيتي تهضر معنا وكل شيء. دونك فوالا خاوتي، راني جيت راني نشوف في الانترنت هاليامات الصابر تاعكم تذبحوا في الكباش، بغيت نعاون طيح عليكم على القضيه تاع الكباش. انا نظن صح تاع ربي باش نقول لكم، انا نظن باللي الا كاين كبش بنادم من حقه يضحي به ومن الواجب تاعه يضحي به، هو الكبش اللي جاي الداخل، هو الكبش اللي راه عندك الداخل في عقلك ولا في مخك ولا في الروح تاعك، فاهم العفسه هذه هي. طبعا باش تقدر بدوك الهوايج يبقاو يقطعوا فيهم في الطيطوارات والمصارين في الارض والريسان تقايس والدراري يلعبوا في الدم، انا نظن هذوك لي زيماج يفكروني بالجاهليه الاولى، يفكروني بالبايا على بالك، باسكو لي ساكريفيس تاع الهوايج كيما هكا سي غنضحوا ربي، ماكش ضحوا ربي، راه قود وغادي روح، راه قود روح. هذه غير نقولها لكم على بالي، تماك واحد يقول لي نضحوا هالربي، خلوا البي ربخطه. لو كان جيتو تعرفوا واش هي، لا وكان جيت في الجزائر وكان جا غير 10% تاع الناس، غير 10% ماشي كاع، كان جا غير 10% يعرفوا واش هي لا فالور، شو المعنى البروفون تاع التضحيه، لو كان ماشي بلاد هردتها الحقرة وهردتها الرشوة وهردوها الساشية الزرقين بارتو، راكم فاهمين العفسة. دونك حنايا المشكل تاعنا سي كو بون الاساس تاعنا دروك راه مبني، زعما لي تخوا بيلي تاعنا سي الرشوة اولا، هذا هو البيلي الاول تاع 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 ليكونومي تاع الخدمة تاعنا في الجزائر. البيلي الزاوج تاع ليدونتيتي تاعنا هو الدين، بصح ماشي ربي، الدين بصح حنا ما نامنوش بربي في الجزائر على بالك. حنايا ان احنا غير زعما كنبغوا ليستيري نبغوا كل واحد يبين الاخر بلي هو مدين اكثر، وكل واحد يستعمل الدين باش يدخل روحه في الحياه تاع الاخر، الاخر كي راه عايش كي راه داير واش راه يخمم واش راه منا، بصح زعما بصح ربي فينا يا لونطوم، ما على بالناش جاش تا ولا ربي ما طرحش سؤال عليه صافي فوته ما كاينش، هذه ما عندناش. والبيلي الثالث بيان سور خاوتي، البيلي الثالث اللي زعما يجيب الحماس ويجيب هو الفوتبال، هذا ما كان، هادو هما ثلاثة تاع البيليات. والعادي بقينا عرة، بقينا كيما هكا قدام قراينا في العالم، هذا ما كان. لا نوفال تجي من عندنا، التصويره يطلع من عندنا، زعما تزيد لك اللي تشوفها، زعما ما كاش حاجه، ماكش حاجه تفرحك، ما تشوفش زعما قال في الجزائر كاش ما اخترعوا، ولا في الجزائر كاش ما ايزون باتيو ان ريكور، ولا في الجزائر ما تحسيش خرجت حاجه سبيسيال، زادت حاجه الانسانيه ولا زادت حاجه ليزاجيريان ولا لا، تسمع غير الاخر. ايوا كل عام نزيدوا، كل عام نزيدوا، فوالا راكم فاهمين العسل تاعي، على ما يجيش نجي هنا، فهمتكم على ما يجيش نجي، باغي لهادي، شاجي نجي نهضر لكم كيما هكا، ما تعجبكمش الهضرة، على بالي ما تعجبكمش الهضرة، على بالي بي تبغوا نجي نقول لكم راكم غاية، ورانا غاية، ورانا ملاح، وكاع اللي صار لنا راه فوت تاع اليهود وكل شيء، راكم فاهمين، نجمو نهضروا على الهضرة الجايحة كيما هكا، ما فيهاش معنى، ما عندها وين تدي، غير نفرحوا برواحنا، حنا نهودوا وحنا نقولوا بلي لا فوت تاع الآخرين. ما خصناش نفهموا بلي لافوت تاعنا، هذه هي هذه المشكل في الجزائر، ما خصناش نفهموا بلي بلاد ماشي بوتان، راك فاهم بلي بلاد من تقلت 62 ماشي بوتان، دينا لي فرونسي واحد ينهب كش ما يقلع كش ما يدي، راك فاهم، اللي يجم يدي كاب، اللي يجم يحقر واحد يديها كاش حاجه، اللي يجم يسيب بلاكه تاع زيك ويقلعها يديها للدار، ما ماشي يدي غير يديها صاي تاعه صاي داها هذيك ودا عاد هذيك ما نيط هذيك ما تعرف لها صاي وك ماشيني وراهم يدو بداو ملاير نصت هاد البلاكه تاع الزيكون كراح نديها تاعي صاي ديال السقا عين خليها صرا هنايا محطوطه ما فاهم ولا حد هكا كابين تليفوني شاد كابين هذه ما باش نديها هذه شندي بها اين نهرسوها صاي اخدم كيما هكا عقليه كيما هكا تحطيم لو كان جاو كيسموهم قبضوا بلاد تبغوا تروحوا لها مثلا بامبوغ تقدر بالالمان ولا لاسويس ولا تقدر نيويورك اي بلاد تبغي تروحوا لها نتايا تعجبك لو كان ليزابيتون تاعها ناسها يديروا فيها كيما اللي داروا الجزائريين في بلادهم لو كان راحت ثاني كيما هكا كرم ولادهم كرم لي سويس ولا لي زالمان ولا كيما ولادهم يركبوا في بوطي ويحاوسوا يهربوا ويحاوسوا يروحوا صاي سي تو سي سامبل يعني حاجه ماشي ماش تبان لي في حاجه تستاهل فيديو نجي نقولها لكم راه فاهم باسكو حاجه سهله ماهله ما على باليش هذه نهضر فيها بصح هي سهله هي سهلة هذا ما كان والله ما على باليش نقول لكم الصح انا يا بون فوالا انا تغيضوني باسكو انا علام انا رحت انا عايش في الخارج صح انا عايش في الخارج بصح تغيضني كمان كو عندي بلاد ك
كان عندي باسبور ما عندها تقريبا اي قيمه صافي باسبور محروق بارتو في العالم ما با ما كان نجد نفواياجي به ولا نفواياجي غير الجزائر باسبور ولا كيما فيزا تاع الجزائر كيما هكا علاه باسكو في اي بارتو في العالم ماشي من الناس ماشي بعيدنا نجو عندهم الناس ماشي مستعرفه بيني على خاطر لا ريبوتاسيون تاعنا لا خاطر حطمنا بلادنا كل بلاد محطموها تجي عندي هنايا قود قعد تما فاهم نفس علاه طول حكي معاك العالم مش مقيمنا بلادنا ما تصنع والو شعبنا عايش في الميزيرية وكل وزيدي هو دار اخو عنا كل شيء باش نكونوا فرحانين وكاع هذه اللي درني انا هذا ما كان هذه اللي زعماك ربي جا جينيرو معنا وكان جيت تشوف ربي شعطانا عطانا شو بلاد كي دايره زعماك ربي ما تشغل انت يا منا لا ما تشغل في هذه باسكو في حق زعما كون لو كان جا العالم بوكر روح شوف كاين بلايص فريمون مقوده عليهم على بالك حنا على غايه عنا البحر عنا بيترول عنا جبال عنا ميتيو مليحة عنا لا لا حنا كنحطمو صاي غني رسوان دوا افا تي كومبران هذه اللي ضرتني انايا هذه ضرتني والله ما على بالي هذا الشيء ما جيتش اليوتيوب على بالي كاع الصالي عندك منهم باش تهضروا ولا هاك الشكل هذا بيك تهضروا على الدين ولا تهضروا على كاش حيه كيما هضره خاويه كنت تهضروا فيها اوفا فهمتوا العفسه خاوتي هذه هي هذا هو المنطق تاعني نهضر به دونك فهمتوا هذا هو المنطق اللي نضرب يعني في هذا لوجيك هذه لوجيك هذه ما نشنش طلعوا في روحكم ونشوف لي كومونتير وصافي نشوف ش غادي تقولوا على هذا الفيديو. السلامه.